مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بلين العربية. ميزة جديدة وصلت إلى متصفح جوجل، أنه تقدر تغير أيقونة التطبيق حسب ما أنت تريد مثل ما تشاهدون على الشاشة. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. راح ندخل من داخل التطبيق أشرح لكم. نغير أيقونة التطبيق لمتصفح جوجل، راح ندخل من الأعلى هنا نكبس بالآيفون. هنا راح يظهر عندك عدة خيارات تغيير رمز التطبيق. راح يظهر عندك عدة رموز مثل ما تشاهدون، هذا اللي تعودنا عليه، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. الآن غيرناها وراح نخرج، وراح تشاهدون تغيرت، تبقى أنت براحتك. هذا الشيء اللي جديد مثل ما شاهدتوا قدامكم، وأنا خليتها على هذا اللون، والآن راح نخرج وهذا الشيء الجديد. أتمنى فدتكم، لا تنسوني الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس حتى كل جديد أنزل لكم إياه إن شاء الله أول من ينزل. تحياتي ومع ألف سلامة.